سيداتي أوانسي سادتي، أسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين. أنتم في حصتكم، حصة شموع التلفزيون، لحظات نسترقها من الزمن، نأخذ سويعة لنتذكر من كان قبلنا في هذه المؤسسة، من أضاء هذه الساحة الفنية. الشمعة ما هي إلا رمز، لأنه الشمعة الوظيفة نتاعها الأساسية هي تحترق تذوب باش تضوي علينا احنا على الآخرين. لكن في الميدان الثقافي، فنانون وفنانات، صحفيون وصحفيات، مخرجون، أصحاب ديكور، ممثلين، هم الذين أضاءوا الساحة الثقافية. أستضيف في هذه الحلقة وهو واحد من الذين يشهدون عن تلك الفترة ولا يزال، الأستاذ زهر عبد اللطيف. مساء الخير. مساء الخير، مساءكم سعيد. اللي هنا في الجزائر واللي خارج الجزائر كلهم سلام الله عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله. ضيفنا ضيف الشرف في هذه الأمسة، ونحن شاكرون له الحضور نتاعو وتلبيته والدعوة. بمجرد ما عيط له قلت له عمي الحاج، قال لي على راسي وعيني ونجيك، لو كان غير شوية هاك نجيك أنا نسوق. شمعة من شموع الجزائر، شموع التلفزيون وشموع الثقافة الجزائرية، الحاج بوجمعال عنقيس. مساء الخير الحاج. مساء الخير. مرتاح الحاج؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. الحاج بوجمعال عنقيس من مواليد جوان 27 1927. معناها جوان اللي فات درت 80 سنة. 80 نعم. اللهم صل على النبي. ولكن أنا ندوق أنا كي يفوتني نهار برك. إيه؟ بعد 27 جوان الجاي؟ خلاص. دير 81. أنا نقول 81. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله اللي أنه ربي يرزقك بالصحة إن شاء الله. الحمد لله. سي بوجمعال عنقيس من أي ترهونة؟ أي ترهونة؟ تكزيرت؟ لا. لا أزفون. أزفون. نعم. أي ترهونة جات 8 كيلومتر بعد مقر البلدية ولا الدائرة. دائرة هي دائرة. كونسنتراسيون كبيرة ما شاء الله تاع الفنانين. من بعد نطرح لك السؤال، والله أنا غريبة. من أزفون منطقة جغرافية بسيطة، كبر بلدية أو دائرة، لما كان صغيرة كده. صغيرة نعم، على حسب واحد الفنان الرسام محمد بوغانم يقول كاين حوالي 98 فنان من أزفون. الحاج محمد العنقا، بديع، بوجمال عنقيس، حميدو، رويشد، الحاج مريزق، محمد وسعيد حلمي، حنيفة، عمر مكرازة، أبو علم شاكر، محمود حاج علي، أرزقي بوزيد، محمد فلاق، محمد يساخم، مصطفى إسماعيلي، مجموعة هايلة. القربوش تاني. مازال كاينين كثير. كيف تفسرها انت الحاج؟ هذه شويه شيء مخبي شويه، ولكن انا عندي كاين هذا شيء من عندي. نعم نعم. انا درت حسابي. ايه تما في هذيك الناحيه هذيك كاين واحد الدشرة يسميوها اثواندلوس. ايوه اثواندلوس، كي نترجموها بالعربيه تولي ناس الاندلس. ناس الاندلس. ما لا انا واش في بالي، واش ظنيت انا في بالي، قلت انا لما خرجوا الاندلس من اسبانيا انا بدا الناس كانت ثقافه. نعم وصلت نعم. حضاره كبيره. حضاره كبيره. انا ظنيت انا كانت مجموعه جات من ديك الناحيه واستقرت تما. ماشي محال. أنا هكذا ما صمش إنسان يقول يعني بتبوت. أنا عميه وشنو هو أندلس أثواندلس فعلا. أنا درت هذا الشيء. ربما قد يكون الصح. وحنا حبطنا منها من الدشرة هذيك ديالهم، من السجرة ديالهم كما يا ريت لو كان جيت أنا ثاني من الدشرة نتاعكم وكان راني وثانيا نشوف كيفاش. نعم هذيك الناحية. إيه قبايل. نعم. وعلاش نغنوا كلنا بالعربيه؟ هاي كل تاني صح 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 صح. هذيك الناحيه عزفون هجروا كلهم للقصبه. ايوه
صح. 80% من سكان القصبة هما من عزفون. هاو كيفاش؟ هو بساكرة ومخلطة كذلك بساكرة وسوافة. بساكرة كان عندهم مهنة. نعم عندهم مهنة بساكرة في عندهم مهنة خاصة. وما دام تتحدث على أهل الأندلس. نعم. وما دام أهل الأندلس يفهمون بالإشارة. عبود. أنا والله ما فهمتها بالإشارة حتى هنا في لاباسي قالوا لي تحرك. أعطاك لابيرش شدها. راح نسمعك في واحد الاستخبار. بالموندول اللي هو الآلة اللي عزيزة عليك الحق. وبوحد الصوت قول لي برك أعطيني رأيك في هذا الصوت هذا يا يعني. أبعثونا ماشي بجمع على نقيس هذا فراق الحياة فراق الحياة مر صعيب الله أكبر الله فراق الحياة مر صعيب ويخلف وعيد قام فراق الحياة مر صعيب ويخلف وعيد قام هذا بوجبال عنقيس مانيش غلط ماكش غلط غلط في حويجة برك غلط في السن اليوم راك في الثمانين هذا بوجبال عنقيس تاع الربعين صحيت تاع الربعين ولا بالك إلا حسابي صحيح أنا مازال ما قفلتش الربعين راح نديك لواحد المكان الآن يواسيو لك فيه استجواب خاطر كاين بزاف الناس اللي قلت لهم راح نستضيف زب وجمال عنقيس كم من يقولوا لي يرحم والديك فهمنا في كلمه العنقيس هو اسمه محمد بوجمعه والناس اللي نعرفوه وحنايا نعرفوه باسم بوجمال عنقيس قلت انا راح نديك القهوه مالاكوف قهوه مالاكوف انت جوزت فيها سنين طويله قهوه الفنانين زمان فيها الحاج محمد العنقا لمده سنين طويله حاج محمد العنقاء من بعد ولا الحاج مريزق أيوة من بعد ولا حتى الحاج محمد العنقاء أيوة الله يرحمهم الله يرحمهم أنا شوف أنا نعرف قدري أنا صغير ونحشم ماشي أنا اللي من المستوى اللي ندير لك أنت يعني خلي العمالقة خلي العمالقة راح نديك القهوة مالاكوف أيوة. واحد السيد هو اللي راح يواسي لك الاستجواب نتاعك وهو اللي راح يطرح لك سؤال لأنه كي يحضر الماء يبطل التيمم الأستاذ عثمان بوقطايا في 28/10/1968 في قهوة مالاكوف فناننا اليوم هو محمد بوجمعة اللي هو مشهور في الوسط الشعبي ولعلكم تتساءلوا من هو محمد بوجمعة مع أنه مشهور محمد بوجمعة هو اسمه الحقيقي ولكن اشتهر ولقب ببوجمعة العنقيس علاش سماوه العنقيس نخلي محمد بوجمعة هو اللي يجاوب على هذا السؤال بالذات تفضل محمد الله يبارك على كل حال كيفاش حكايه هذا العنقيس هذه حكايه العنقيس على كل حال طويله عندها مده ملي كناوني بهذا الاسم ايوه ملي بديت الفن نتاعك من قبل ماشي واحد العامين ولا ثلاث سنين من قبل نبدا الفن ايوه ما يخفش العنقاء على كل حال العنقاء كاين بيناتنا انه علاقه فنيه علاقه فنيه وفاميليا أيوة. ماهوش بعيد عليا بفاميليا كذلك ايوه ومن زمان والعنقاء للان على كل حال خاطر المغني كيكون مشهور يكون عنده لي كريتيك كما يقولوا ملا ندفع عليه لما نسمع الناس يهضروا على العنقاء بان بالكلام اللي ما يلزمش يمس بشخصيته ولا حاجه ايوه ملا ناخذ الدفاع عليه ندافع عليه وعييت من دوس يعني دوس دواس كبير مع صغار الانتاجي اللي كنت صغير دراري على كل حال في ذاك الوقت نسخت فيك هذا كلمة تاع العنقيس معناها هو شنو؟ ايوا العنقيس تسمت صغير العنقاء صغير العنقاء أيوة. صغير العنقاء معناتها بالفرنساوية ستان ديمينيتيف ايوا
بخاه ذاك الكلام هذا. كنت تحضر الحفلات نتاعو باستمرار؟ نحضر ولكن كنت نحضر ماهوش كيما هذه القوم ديال دوك على كل حال. يروحوا يدخلوا للصدار ولا في حفلات يتقدموا قبل الناس الكبار اللي باش يشوفوا ولا باش يسمعوا بالفنان ولا. ذاك الوقت احنا كنا صغار كنا عندنا احترام. ما نجموش ندخلوا في حفله ولا في عرس كبار يعني. نعم تسمع من بعيد. من بعيد صحيت نعيد انا يا نسمع العنقه في عرس والا في حفله ولا نبقى من بعيد نشتغل نشتغل وندوق ندوق بزاف شعبي على هذاك هو دي هو السبب اللي باش هذه هي حكايه العنقيه اللي نحبوك بها. بارك الله فيك. هذه عندها 68 هذه 68 ها؟ ما شاء الله. على بالك ماني شافي عليها. راك شافي عليها. ماني شافي عليها. مزيان اللي بطلت الدخان يا الحاج. ما انت وسي عثمان بوق الطايه في زوج تكيف الدخان. يا صلاح. انا اللي حبيت اطلبه فقط من المشاهدين، لا شك وانكم اثناء النقاش الانترفيو الحديث اللي كان يجري فيه عثمان بوق الطايه ومع الحاج بوجمال عنقيس سمعتوا كان الحس والدومين يلعبوا سمعتوا؟ خليو هذاك السمع دوك تشوفوا بعض لحظات واحد الفرق رهيب. تشوفوا الناس اللي تحترم رغم اللي فيها العديد من الناس اللي من 10 سنوات حتى ل 70 سنه دوك تشوفوا الاحترام تاع الشيوخه اللي تنبؤوا شموا في ريحه الشيخ باللي انه راح يكون شمعه من شموع الثقافه. سي بوجمعه سمعناك تكلم على العنقيس على العنقه وانت تدافع عليه بشكل قوي جدا استاذك شيخك مصدر الهامك. ما يخفكش جمال جلال 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 ان شاء الله نكونوا جلال جميل وجميل وجميل كذلك. قد ما يكون انسان مشهور نعم قد ما يحبوه الناس يجيب له ربي المحسوب يحبوه الناس كلهم ماهوش ممكن صح. كاين الناس اللي ما يحبوش كذلك فعلا بالفعل وهذوك الناس اللي ما يحبوهش بأي سبب نعم الناس عارفين واش في بالهم هل مشهور دائما هذا بارك الله نعم. لابد اذا كان عنده يعني يصيبوا حاجه صغيره في عند هذاك الانسان عند هذاك الفنان يكبروا هذيك الحاجه فلان عنده فلان 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 ما يخفكش الحاج محمد العنقاء راح مشهور ورانا نعيش وهذاك الوقت 20 تاع الوفاه نعم في الايامات هذه نعم ملا يهضروا عليه يعني كاين الناس اللي يقولوا كلام اللي ما فيهش كامل شيء عادي هذا شيء عادي وانا على كل حال كاين معلقه عائليه ما بين الحاج محمد العنقه وجمع العنقيس يمات العنقه ويما انايا بنات الخوات ايوا صح بغير هذاك الشيء انا نحب العنقه نحب الفن ديالو نعم ملا كي نسمع دوك هذا ماشي الناس الكبار اللي انا نهضر عليهم على الصغار ما يخفكش كي يكون انسان في داره مع ولاده يحب يكسر مع مرته قال عنقه عنده هادي وعنده هادي عنده وليده يسمع يحكي في الزنقه وبجماعه العنقيس يسمع ويدوس معاه كيفاش احنا بالك الحاج قلت لك منذ لحظه بالك مقصرين الصحافه المختصه بالثقافه مثلا سواء كانت مسموعه مكتوبه ولا مرئيه دائما نتكلموا على بوجمع العنقيس مثلا يطلع سرسان هي الاغنيه الفلانيه الكاوي لبوجمع العنقيس لكن دائما نقصروا في حق اللي كتب واللي لحن اليس كذلك؟ هكذا باش نعاودوا نرجعوا للمالاكوف لانها انت في الانترفيو هذا يا غنيت ولا ما غنيتش؟ لا انا قلت لك ما شفيتش عليها هذيك ما شفيتش عليها؟ لا ما شفيت عليها والو التلفزيون الجزائري من خلال هذه الحصه سي بوجمع العنقيس راح نثبت لك باللي كاين ساعات سوكسي واللي يكون ناوي ربي باش يبدله ولا يزيد له ولا ينقص له ويبقى كيما راح. راح نديك انايا نعاود ونرجع بك لقهوه مالاكوف نشربوا قهوه تنحي الدخان كنت تكيف لافراز يا ديني قوي. راح نديك ونسمعوا واحد الاغنيه اللي انت في الانترفيو هذا قلت راح مازال تونشونتي خاطر سي عثمان اكد عليك حب لك تغني له حاجه اكابيلا هكذا وانت قلت له ودي عندي اغنيه مازال شونتي مانيش 50 سنه من بعد مازالت هي نفس الاغنيه دليلنا هذا هو.
أبقى لي سؤال أخير. نعم. ماذا بيا سمع لي كاش لحن جديد مازال ما نذاع وما سمعوا حتى واحد، ماذا بيا نسمعوا حنا لأول مرة كاش لحن جديد عندك فيه؟ هاي كل حال كاين، ولكن ماهوش مازال ماهوش مبني بلي مازال مش مضبوط. معليش احنا ماذا بيا نسمعوا هكذا كيما راه هكذاك بريت هكذاك بريت. ايوا معليش تبدلنا غير هكذاك. بارك الله فيك، نكون لو خاطركم. بارك الله فيك، الله يبارك. نذكر استغل الاستخبار تاع الشيخ ونذكر المشاهدين يتفكروا الحس اللي كان. اما الان اسمعوا، رغم انه القهوه مكتظه ما فيه ولا صوت، نخليكم تتمتعوا. فراق الحياة فراق الحياة مر صعيب، فراق الحياة مر صعيب ويخلف دموعي تتقاطر، فراق الحياة مر صعيب ويخلف دموعي تتقاطر، لوشت ولا وجد طبيب يبرر جرحي كان هو شاطر، فرقة بلا سباب العيب ما تنساش من الخواطر من الخواطر. موعود ليك بالسعادة والخير واللي يبغى قلبك يحضر إليك، انت ناوية ترميني في بير وعلاش الغدر مش يحق عليك، انت ناوية ترميني في بير وعلاش تنظر وعلاش علاش تنظر موش يحق عليك، وعلاش تنظر وعلاش علاش تنظر وعلاش علاش تنظر موش يحق عليك. فرد الخطر بالوان 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 الخطر بالوان، حتى المياه جرت في الرصاص جرت في الرصاص، وعمل طير يغني في الحان في الحان في الحان يغني في الحان، الحب يا الغدارة كيف يدير العلم تنهدى مش خسارة فيك، وانتي ناوية ترميني في بير وعلاش الغدر مش يحق عليك، وانتي ناوية ترميني في بير وعلاش الغدر وعلاش علاش الغدر وعلاش علاش الغدر موش يحق عليك، وعلاش الغدر وعلاش علاش الغدر وعلاش علاش الغدر موش يحق عليك.
حتى بيعك حمدهم وسكت حمدهم وسكت وحملت المعاني وزدت الحيلات حيلات حيلات وزدت الحيلات نويت فيك محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 دوني لا زلات لكن بين على وجهك تعبير الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك موالفة نقري العشرة والخير وتبدلي المحبة باللي يويك موالفة نقري العشرة والخير وعلاش تنظر وعلاش علاش تنظر وعلاش علاش تنظر موشي حق عليك وعلاش تنظر وعلاش علاش تنظر وعلاش علاش تنظر او ماشي حق عليك نعم نعم على شبتها هذه الاغنيه على شبتها هذه على جبتها على الوقت اللي رانا فيه سي عثمان الحاله الاجتماعيه اللي رانا فيها الحاله الاجتماعيه على الشباب وعلى الزواج والطلاق اللي راه واقع كبير ايوه وهذه تدل على الانسان اللي هو يكون محسوب ناوي يبني بيت حلال ايوه بالصدق والصفاء صدق ما صدقلوش الحال وتفارق مع المرأة اللي كان يحبها بزاف ملا يعني خرجنا هذه الأغنية على حسب يعني في هذا الدليل هذا في هذا الدليل وخذ على جل كاين كثير من هذا الشيء اللي راه وقع هذا الوقت هذا تسمع إنسان زوج هذا الجمعة وجمعة من بعد تسمع به اللي تلق ملا جاء على هذا الشيء بارك الله فيك الله يسلمك إن شاء الله بعد 40 سنة كانوا قديت تلقوا بزاف ايه صح او ثم بوجودكم ثم على الاقل اغنيه ساعه ساعه بريمير ليكتور في القراءه الاولى الانسان يتخيل حاجه فاذا به موضوع حاجه أخطر. ولكن الموضوع الاساسي نعم هو الصدق والصفاء نعم هذاك هو صح نعم هذا هو الاساس يعني في واختيار الكلمات دائما عندنا في وقتها هذا الفنانين هذو يختاروا الكلمات يختاروا الكلمات ما يلحنش اي حاجه والله يغني اي حاجه ولهذا يعني السمعه نتاعهم هذه 40 سنه اللي تغنت هذا وتبقى يعني نفس ولكن كلمه على الله يرحمه عثمان بوقطايا هذا الاستاذ هذا الهرم هذا الهرم هذا الصحفي هذا الكاتب هذا الانسان هذا كل ما نذكره الا ونذكر الشيء اللي قدمه عثمان بوقطايا ورحمة الله كذلك يعني من شموع نعم التلفزيون والثقافه اذا يعني بجمعه نعم هذه 40 سنه نعم ولكن اليوم بجمعه هو بجمعه في قمته في هذاك الوقت هذاك هو في القمة الآن ويبقى في القمة واللي عرفتوا عليه عمي الحاج أنه ما يحبش يتكلم على نفسه راه داير لي حالة قال لي أنا ما تكلمش عليها قلت له خلينا نتكلم عليك ما يحبش أصلا يتكلم على نفسه لا التواضع نعم الحمد لله يا رب العالمين الصناع عمي الحاج منذ لحظة كنا تكلمنا على اللي يكتب الكلمة واللي لحن راهم باينين لكن الصناع قليل باش الإنسان يتكلم عليهم هذه قلنا يد واحدة ما تصفق ما تصفق صح الناس قالوا هاد يعني كل الناس من يخليوا الموت مثال ويخليوا كذا ما خلاوش واش نقولوا يعني بالحق في كل باب وطريق هذا فيما يخص الصناع ناخذوا الناس اللي هما مشهورين يعني يا سيدي نبداو الحاج محمد العنقا الحاج مرزق الحاج منور الحاج بوشيبه هذا نهضر على الناس زمان نعم نعم ولكن ما هوش وحدهم ما همش وحدهم اللي نجحوا كاين جوق مراهم كاين جوق معاهم
اللي كاين صناع اللي خدموا مع الشيخ مده طويله، من ممكن توال من نهار بدا حتى نهار توفى واحد منهم رحمه الله. نعم. نذكر منهم كما نقولوا محصغير الله مالير، محمد الطاير مكني، محمد كابور مكني، محمد الطاير بحري بونجونيست، محمد بحري، محمد بحار ايوه البحار وبحري كذلك، كاين واحد بحري ما عندنا حاجه، وكاين عبد الغاني، وكاين كاين كثير. نعم كاين كثير، هادو يلزم يلزم على كل حال نذكروهم فعلا كيما رانا نكرموا في في في, في, في الشيخ. نعم. في المطربين هاد الناس هادو كذلك ساعه ساعه يعني قال هاد هاد, هاد الشهر ولا هاد ولا هاد العام ولا كيما كيما يعني كيما حبوا. نعم. قال على الاقل اذا كان بزاف عليهم يعني باش يكرموا كل واحد كل واحد وحده خاطر كان كثير. نعم. نجموا نحكموا ثلاثه اربعه مطربين يعني نديروا لهم ملي تقدم بهم شويه السن. صحيح. أيوة. صحيح نعم معك. ما ننساوهمش. نعم. حتى في حتى في المغنيين جمال. نعم. جلال. نعم. يعني ماشي كل يوم نكرموا واحد انسان. انا نشوف اللي كل يوم طالت المده توان ما رانا نكرموا غير بعض من الناس برك. نعم. ولكن كاين هادو اللي ذكرتهم. نعم فعلا. خاطر هادوك هادوك الوقت اللي كنت انايا كنت قلت لك كنت نسمع من البعيد من البعيد باش نحفظ باش نسرق المهنه هذه. سرقناها ما عندناش هذاك الوقت لا تلفزيون لا لا كونسيرفاتوار ما تحسوش كونسيرفاتوار كونسيرفاتوار ما تحسوش العربيه كما الان ما تحسوش العربيه كونسيرفاتوار ديالنا اما لا كانوا هذوك الناس يعني شيوخ هذو هذوك هذوك هما اللي كانوا يعني حقا رواد تاع الفن الشعبي. صحيح الله يرحمه. صحيح كان واحد سته ولا سبعه مشهورين. نعم. وكان بعض اخرين اللي محسوب ما نجحوش ولكن حافظين المهنه هذه على على تمامها. هذيك في الحقيقه مره على مره نذكرهم نذكروا هذا الحاج مرزق الله يرحمه الحاج منور. احنا في حصتنا هذه نتكلموا عليهم الكل. ان شاء الله. نعم. الحاج بوشيبه هذا الحاج بوشيبه اذا كان ولا يعني الصبوحي يقولوا الصبوحي من الزوج تاع الليل حتى الاربعه تاع الصبح. إذا كان حبيت تسمع الفن الشعبي يعني والصبوحيات هادو داخل فيهم الكلاسيك شويه كلاسيك وده عندك مطروق. أنت على علاش الحاجة علاش علاش رحت للفن؟ علاش غنيت؟ أنت بديت في 39 تعزف الموندولين والجيتارة. بديت ياك جمال بديت جلالة معليش أنا جميل أنا جميل فتناديني بالجمال معليش تفضل. انا كنت بديت بالسنيترا سنيترا سنيترا صغيره سنيترا وهي السنيترا ماهيش ماهيش تقييد واحد كيما والجيتارا مازال ما بانتش مازال ما انتشرتش في البلاد. في 39 في 39 ماشي 39 نجم نقول في وسط 39 قريب الاربعينات كان واحد الانسان في بير جباح هذا في القصبه. انت وليد بير جباح انت في برمي رقم واحد امباس بير جباح. نعم اي بالضبط. وتحب السيربي ما كنا الحاج قلت له المولوديه كون راه الان ما فرش في الاستوديو. كي نتلاقاو ان شاء الله. ماذا كان واحد الشيخ الله يرحمه. الله يرحمه. في هذا لو دوزيام امباس دي بيراميد. يدير الجمبار يخدم الجمبارات هذو الجمبار. نعم. تاع الكرون هذاك وانا صغير شوف كيفاش 39 شحال في عمري 12 سنه 27 هكذاك هكذا 12 13 سنه نروح ليه نقول له يا عمي دير لي واحد هي روح تلعب ما هي بعد عليا وصمت عليه هكذاك واحد الوقت حتى واحد النهار قال لي يعني انا وجدت لك واحد كان وجدوا لي صمت يغلب بالقبيح هاك وقيلني وانا واش نعرف ما نعرف والو غير بعد تن 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 وخلاص هذا مكان هذيك تما من ثم بدات من تما ومن بعد شريت واحد الوقت السنيترا وكنا في هذاك الوقت رحلنا من القصبه وحبيت نقول لك على بير جباح ثاني بير جباح كيما عزفون الفنانين تاني كامل تاع الشعبي كامل من تقريبا من العزفون راحوا ديريكت لا لا البير جباح بير جباح بير جباح فهمت
وساعات انا نقول القصبه لابد تكون عندها عاصمه داخل القصبة. نعم هي اللي تجبها علاش إيه ما عندنا حاجة يا أخي. قلت لك الفنانين خرجوا كثر من تما. نعم كنت في فورا أنت كنت ألقي عليك القبض. نعم من أصدقائك رحمهم الله وعلم لا فرنس. نعم الله يرحمه. الله يرحمه توفي منذ سنة فقط. الله يرحمه في عين البنيان. عبد القادر لادا. عبد القادر لادا الله يذكره بالخير. لا عبد القادر لادا هذا في أحداث ديسمبر عمي الحاج عنده حكاية. فعلا في المظاهرات 11 ديسمبر. لابد عبد القادر لادا وليد صالامبي قرا مع خويه الله يرحمه فدائي من الفدائيين. ولابد في ديسمبر 11 ديسمبر لما اشتعلت المظاهرات في هذاك اليوم هذاك يوم الحد نتاع 11 ديسمبر وتعرفوا لابد شكون اللي كان يقود المظاهرات شكون اللي كان موجود في المظاهرات شباب أطفال نساء شيوخ صح ولكن حتى من الأطفال كانوا موجودين واللي استشهد الأولاني في صالامبي استشهد في الدين لادار الله يرحمه هذاك الطفل هذاك ولهذا يعني كاين كثير من الأطفال اللي هذا هو لادا على كل حال تكلمت على عبد القادر كانوا خطر انا سالوني كي يحكموا لي سالوا لي عليه خلاني جاء للكليما دو فرانس كنت انا في الكليما دو فرانس هذاك الوقت وجاء كان باش يدير عمليه مع واحد خبيث يعني انا كنت نخدم في الكليما دو فرانس مع الساس في لاسيتي هذيك كنت نخدم في لي زاجيليم نعم هذه بعد ما زعفت بعد ما زعفت وكسرت موندول تاعك أيوة. ورحت خدمت في لاشيلام انا باش جبت خبر هذه شوف من الحاجه انا في ليكيب نتاعي عندي كولومبو الانسبكتور طاهر وسيرلوك هولمز هاي يجيبوا كل الاخبار كسرت باش ما كانش هذا زعفت في هذه في الخمسينات كان نحب الوطن يا اخويا جلال نعم يدق انا فنان عنده احساس يعني نقول يعني احساس شويه زياده على بعض من الناس اللي ما يحبش بلاده. نعم. ماشي بنادم انا عندي. فعلا بارك الله فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك. من هذاك الوقت جا باش يدير عمليه هذاك الانسان نعطيكم اسمه. جا يحوس على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي معلش لا عليك. مالا وسال يعني هكذا نسين قلت له اجي واش كاين؟ قال لي واقيلا راه متبعيني البياعين. وانا نجيت ندير عمليه دوك قلت تنجم تخلي لي الكابوس عندك اي بس قلت له روح منا وانا نروح منا نشوفوا ونشوفوا لك شي ما خلاص نعرفوا بعض نعرفوهم شويه درنا هكذا ولا ما كان والو راح العشيه من داك جاو داوني لزوا داوني كازيان دورليو انا الكلمه الاولانيه اللي قالوا لي تابي ريفولفير اجوردي الله اكبر هاي كيف فاقوا به ما عندنا حاجه ما نطولوش دوك نخليوها ما نطولوش يسقيو اللوم على دونكاسي على دونكاسي الكور فرنسا كانت الجنود اللي يحوسوا على جنود فرنسا يحوسوا على خاطر عنده هذه السنه شويه مكسره يسقيو له اللوم على دونكاسي رحمه الله فينالمون انا على كل حال تعرف كيفاش يا جلال نعم عطانا رب العالمين واحد القوه هذاك الوقت. نعم. كيفاش انا هكذايا وما هدرتش عليه؟ ما نطولوش عليه على كل حال ما هدرناش. الله يرحمه. لو كان كيما درو قديك. مازالوا حي. مازالوا حي. ما واش قلت واش قلت انا؟ لا على لادا. قدر الله. الحمد لله. مازالوا في صلاة. لا تكلمت على اللي فات والله يرحمهم. لا هنا مازالوا حي. الله يرحمهم وربي يطول في عمره ان شاء الله ويرزقه بالصحة والهنا. من الحاج راك تشوف الريسبتور هذايا راح نوري لك واحد تصاور وقول لي انت واش شكون هذوما هذه تصويره بو جمعه العنقيس انت اللي راك بالموندول حبيت نعرف برك هذيك الطفيله اللي راهي امامك وراها ولد صغير شكون هذوك تشفى لهم هذو ولا ما تشفى لهمش
إيه نشفالهم على كل حال. أني شوف الولد ولدي على كل حال، وهذيك جاب لي ربي ماشي طفلة ولا طفلة، هذيك ماشي طفلة، هذوك ولادك في زوج. هاتك صح. هذاك مصطفى اللي راه واقف الكبير القمجة بيضة، والطفلة هذيك ماهيش طفلة، هذيك ولد هذاك فتح الدين. فتح الدين وليدك فتح الدين، انتوما ملبسين له طفلة بليكي كينا. شحال عمره ضرب فتح الدين؟ شحال راه عمره ضرب؟ واحد 45 هكذاك. ما وصلش ما وصلش ما وصلش. هذه التصويره نتاعو فتح الدين. نعم ان شاء الله برك ما يزعفش يقول لك علاش. لا لا ما يزعف كيفاش يزعف. قالوا لي باللي كيما انت تسميت على الحاج محمد العنقى بوجمعة العنقيس، وانت واسمك محمد بوجمعة، عمر الزاهي كي جاء من بعد كان يسميوه عمر العنقيس. نعم. علاش؟ كيما انا كيما انا العنقى كيما هو على ما عليا. لحقت لحقت لارولاب. لارولاب لحقت لارولاب. على كل حال الله يذكره بالخير. امين. والمت خطر على النهوه بزاف وهو كذلك. شيخ عميمر. نعم. والمت نهار حكمت قلت له ودي دارك لاباس بيك، هو طارك في يدك لاباس عليك، حلق لاباس بيك. نعم. علاش دوقاتك؟ قلت له دوك كي يقولوا الناس عمر العنقيس تسمى الشهره نديها انايا. ما لا واش يقول؟ قلت له وليدي من الفوق ما مد الاسم. وما تقلدنيش با بروبليم، خاطر كان يقلدني. كرامه على راسي، سلم على راسي الله يذكره بالخير. يعني خدا رايي فرفر وحده ونجح وراه ما شاء الله عليه. تسمى هذاك تلميذي. الحمد لله. هو يقول لنا شيخه. نعم. وراني يعني فخور اللي عندي تلميذ واحد افضل من كثير من. نعم الحمد لله يا رب العالمين. انا في الحقيقه يا الحاج انا نحب كيكونوا بزاف. اسمح لي جلال انا نهضر. عندك الحق هضر. لا لا وانا مليح، انا نحب كيكونوا بزاف هكذا. على قد ما يكونوا بزاف قد ما عندك فرصه باش يكونوا. انت تعاملت مع بزاف. غنيت ما شاء الله ما شاء الله غنيت. درنا لك واحد الكوكتيل صغير. 60 سنه. 60 سنه. 66 سنه تاع غنى. بديت مول 14 سنه الى يوم مع شيخي. انا نقول لكم شيخي ثاني ما على بالهمش الناس شكون هو شيخي. قبيلي. لا لا ايه اكثر. اي سبحان الله. بلا ما عندي ما نقول معك. على بالنا انت زرفتني في الهضره قلت لك معليش. راح نشوفوا الان. عملنا لك كوكتيل صغير صدقني يا الحاج، عندنا بزاف الصور نتاعك والافلام نتاعك، لكن هذا الكوكتيل هذا يا الفريق قالوا لي شوف الشيخ جلال انت ما تدخلش روحك، خلينا احنا نجوزوا اللي حبينا. نجوزوا شويه جزء بسيط من حياه، نبداوها بالاغنيه القبائليه. ها خلاف يا خلاف نرمان. تفضلوا. صبر في الناس
يربى سفري وين يبدل ولاد الغاسة. لا يمديون في المحبة يا عيا مديون، لا يمديون في المحبة يا عيا مديون، وانا خولي مزون وكنت ثاني في هاد الحالة، خيا وخيا نصحك لا تعشق من والا، خيا وخيا نصحك لا تعشق من والا. الجزائر الحرة، الجزائر الحرة،
مرحبا بعيد الحرية عيد كبر فرحة وطنية يا مرحبا بعيد الحرية عيد كبر فرحة وطنية فيه الجزائر رجعت هيا فيه الجزائر رجعت هيا من بعد ما تغيرت الجيال هذه كل ما نشوف هاي الحاج هذا النشيد نقول لهم عندكم خمسة وهما خمسة سانك أونور خمسة ذهبية شفت نتايا الهاشمي منور رشيد السوكي وعمر العشاب وعمر العشاب ما شفيتش عليها حتى هذه والله ما شفيت عليها ايش فيها شي حصرها هذه راك شحال عندها هذه ثاني بداية 63 هذه 63 شفنا وشفنا اللي من قبلها اللي من قبل هذه الصورة هذه انت الأول هذه هنا راك ما شاء الله في ريعان الشباب العنوان تاع النشيد يا أغلى ذكرى شفناك في الأول في المخيلص هذاك اللي كان فيه محبوب باتي رئيس الجوق وشفنا أصحاب الموندول والعواد اللي تحتها ما شاء الله كلهم شيوخ كلهم شيوخة يعني شيوخة صغار مازالهم صغار طاهر بن أحمد عمر العشاب الهاشمي القروابي شكون ثاني شفنا عليلو شفنا باستانجي اسكندراني رحمهم الله انت معاهم ما تشفاش هذه ما تذكرهاش لا ما تذكرهاش خدمنا كثير هذاك الوقت هادو كامل اللي راك شفتهم بالموندول مغنيين على كل حال شيوخ هادو ما هادو من 63 كي دخلنا الاذاعه كانوا كامل هادو كنا كامل خالصين بشهريه وخادمين ميزيسيا خالص بشهريه في الاذاعه شحال قعدت في الاذاعه ما طولتش ب 67 خرجت انا بخير كانوا اللي بقاو علاش خرجنا خاطر كانوا انا واحد من الناس على كل حال معليش انا نهضر انا تفضل الموسيقيين تعطي له الوقات تاع ادمينستراسيون يجي على 8 ل 12 من 2 ل 6 اداره عندنا خدمه الله يبارك ما عندناش خدمه علاش يشدونا من 8 ل 12 هذاك هو انا كيفاش فعلا هذا هو الشيء اللي صار على بالك انت في يوم من الايام يطلبوا من الصافا اسكندراني الله يرحمه برحمته رئيس الجوق يعني يا هل ترى تجيب نتايا على 8 من الصافا اسكندراني وزيد حتى الفنان يا هل ترى ما يكونش مليح على 8 نتاع الصباح جيبوا في وقت اخر يخدم صحيح لا شك أننا كلنا نخاف الله ونرتضي ونترجى رضوانه سبحانه عز وجل وحدة تقطو قام تقول ليش نحبسوها الحاج خاطر مقبلة الحاج بوجمال عنكس قال لي ما نحبش روحك كنت صغير علاش كل وقت وقته الحاج كل وقت وقته مولا عشرين أفضل دروق نحس روحي افضل من اللي كنت صغير يعني لو كان نغني دوك افضل من أنا. ما تحبسش ما يا فلوطار يا فلبان ربي يطول في عمرك ان شاء الله كاينه واحد الاغنيه عزيزه علينا احنا كل نحبوها حتى في الفريق كل حبها ولا شك انكم انتم كذلك في بيوتكم راكم مرتاحين وتتبعوا معنا هذا انشيدوفر حاجه رائعه بجمال عنقيس Thank you.
راجعين وانا من راجعين خايف الله خايف الله خايف الله ليه مني وانا من راجعين وانا من راجعين وانا من راجعين من نفس مؤمنة يكتبني يكتبني من نار حرها يسلمني يسلمني من نفس مؤمنة يكتبني يكتبني من نار حرها يسلمني يسلمني من شركة النعيل عيوبه بلا خايف الله خايف الله من لوحة الجبين كتابين قراه خايف الله خايف الله من شركة النعيل عيوبه بلا خايف الله خايف من لوحة الجبين كتابين قراه خايف الله خايف الله خايف الله ليه مني وانا من راجعين وانا من راجعين وانا من راجعين خايف الله مقالي وفي عمن العمر يتهون غدا قدام ولا لا صلاة لا زكاة لا موعد ربي لا باش نلقى في عمن العمر يتهون غدا قدام ولا لا صلاة لا زكاة لا موعد ربي لا باش نلقى حيران يا
الجالي والهان 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 معيمي يا منساني خايف الله ليهمني وانا مراجعين وانا مراجعين وانا مراجعين خايف الله. حاج بوجمال عنقيس شتك وانت تتبع في انا نحب النوع هذا يا جلال المديح المديح والتوسل يعني الانسان كي نكون فيه قصايد بحال هادو نعم نغنيهم بالشوق يعني حقا احنا نشاهدوا نشاهدوا لك بهذا يعني خاطر شتك تاثرت وانت اثر كثير لو هذا الدليل على ان الفنان نعم مهما كانت الشهره نتاعو لما يوصل لقمه في الشهره نتاعو ما ينساش الخوف من الله سبحانه وتعالى ويبقى متأثر بال ما تغروش هذيك المظاهر اللي هو عليها ولكن يتأثر ولابد في هذاك الوقت في شباب ومازال ومتأثر شديد التأثر بالأغنية. حبيت نطرح عليك واحد السؤال دائما نطرحه للضيوف نتاعنا هكذا خاصة اللي عندهم مشوار طويل في الميدان الثقافة. لو كان عندي عصا سحريه ولا حاجه هكذايا وتعاود ترجع الى وانت عمرك 12 سنه يا هل ترى تمشي اللي بيع الجمبر هذاك وتعاود تولي المسيره ولا لا؟ عندي واحد 15 سنه هكذاك نعم كان اسمه قول عليه غريله بن عيد محمد بن عيد جاء لصفون ايوه يعني جاء بجماعة وجاء داروا لي واحد استجواب أيوة استجواب نعم. ويعني جوزنا ما تما نعم مع الاخر يعني يعني طرح عليك سؤال هذا يعني في هذه الكلمة هذه نعم. قالها لي هذا هو ثاني ايه قلت له يا بلعيد قلت له لو كان يعني كما راك تقول يعني حياتي عاود حياة واحد اخرى الانسان هذه المهنة ما نخدمهاش قال لي وعلاش قلت له خليها سرا هذه ودوك نجم نكتشف معليش نكتشف هذه صح علاش ما تعاودش علاش ما تعاودش علاش تعرف كيفاش المهنه هذه نعم زمان احنا ما كناش عندنا يعني معهد اللي باش الموسيقى نعم. كنا نتعلموا في المحشاشات انا قيوه صغيره تاع الحومه محشاشات محشاشات شوف الحشيش انا ما حشيش بات محشاشات ايوا ما عندناش معهد ما عندنا عندنا هذه المحشاشات وكان بعض من الساعات يعني اكثر من محشاشه يعني لي بيفات هذوك وكاين حومه في القصبه في لاري دو لا كاسبا بالذات كاين حومه اللي ما يسكنوش فيها الناس العائلات نعم والبيوت هذوك اللي تاع الديار هذوك نسميوهم بيوت العزاب نعم كيفاش كانت كيفاش كنا نواسيو الانسان يروح يكري بيت انسان في الوسط الفني نعم يروح يكري بيت ونتلاقاو تمايا نتلاقاو هذاك هو المعهد ديالنا هذاك هو الكونسيرفاتوار تاعنا اللي يعرف يوري لصاحبه اللي يعرف يوري الاخر وكل واحد يجتهد وحده ايوا ما لا فيها فيها قلت لك محشاشات نعم هذاك الشيء لو كان باش كنت نولي كنت ما استعملش هذاك الشيء صح كيفاش بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك لكن لنفرض انه كانت موفره كل شيء كما ما نقدروش نمثلوا باليوم بعد الحرب التحريريه والاستقلال الاخري وتوفرت لك الظروف كما اليوم معناها الصوت نتاع 20 والتجربه تاع 80 تعاودها مش نعاود حياتك تعاود الفنيه تعاود خلاص ما تقوليش ما اخذت التقاعد لا روتريت يا ابو الفنان على كل حال ما ياخذش التقاعد بارك الله فيك ما قد ما يكبر قد ما عنده تجربه قد ما يكون حتى في الصوت نعم
ماشي صوت صغير هكذا. احنا في الشعبية الصوت المرخم كما نقولوا المرخم كبير تاع الوقار هذاك هو اللي هو المشعبي يكون صغير شويه يعني على كل حال. ولكن بنادم واش يقول انا يعني عييت منها عييت منها علاش الظروف اللي سيركونستانس بالفرنسيسه صح. احنا ما نحبوكش تاخذ لا روتريت. انا واحد من الناس ما نحبش تاخذ لا روتريت ماشي انا رانا بالملايين ما نحبوكش وما نخليوكش تاخذ لا روتريت. طب انا قلت لنا راك عندك 80 لازم نحقو مليح. انا وقيل لي زونكيتور نتاعي غلطوا يا سور 30 سنه راهم غالطين فيها من بعد نتفاهموا مع الفريق تاعي. راح نروح لك للشيخ تاعك. الشيخ تاعك ايتو عرب محمد يدير حالو الحاج محمد العنقر. نعم الشيخ نتاعك راح نعطيك كادو على كل حال. نعم لا ماشي شيخ تاعي قلت الشيخ تاعي هو محمد قبيلي. محمد قبيلي ولكن قلدنا قلدنا الحاج مرزق الحاج منور يعني خذيت عليه بزاف خذينا على كل شيء على كل واحد. شوف يا جلال هذه المهنه ما كاينش واحد يجملها كامل بداها كامل فعلا وكل واحد عنده حويجه من حاجه اللي ما عندهمش واحد اخر. ايوا هذيك الحاجه اللي ما عندهمش واحد اخرين ممكن اللي يجي تلميذ يقلدها. صح صح. انا حبيت نوصلك هديه حبيت نوصلك هديه لاول مره خذينا الاغنيه اللي راح تسمعها سبحان الله يا لطيف تاع سي مصطفى تومي ماشي مسجله ماشي مفيلميه لكن ركبنا عليها خذينا جزء منها لانه القصيد طويل خذينا جزء منها حوالي 5 ولا 6 دقائق وركبنا فوقها راح نديك ماشي حومتك لتحت شويه من حومتك صحت شو هذا شويه أيوة. بالكور شويه أيوة. اخره الصور هذه اللي راح تشوفها تحت الاغنيه او فوق الاغنيه ل 1896 وارواح شويه هذه هديه خاصه لك انت يا الحاج ابو جمعه العنقيس تفضل شوف يجي عبيب مازالو يحلم دقنو مازال ما عرف في مزلع سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس يسحاو يقولوا ما يعرف يتكلم بالكتاب والرسل وسادات الأشرار يخدعك غير بالحليف يقسم ويعظم والسبحة راه يعمل ذرنا كاين اللي يجيك ضيف بالقشم
عمر الزم في يام البرد وشتا وريح الزفزاف فت المطر والخريف باقي مترسم يرجع هو مولا دارك ومتاج حواب يحسبو كل شي خطيف غير اجي وصدم واللي يبقى معت والقالو زحام بحال الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس مستحاهم يقولوا خان سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس مستحاهم يقولوا خان سبحان الله يا لطيف كاين شي ناس مستحاهم يقولوا خاف الله يرحمك يا الحاج الله يرحمه الحاج وكذلك صاحب الكلمات مصطفى تومي مصطفى تومي مصطفى. روعة في الكلمات فعلا تا الحاج منذ لحظة كنت تقول لي راك تشوف البور هذا يا احنا كنا زمان نرميو شوية خبز تطلع ماشي معمر مازوت مكاش مازوت يعني نهضر لك لي زاني تاع 39 الحرب العالمية الثانية الحبطوا تمايا ما كانش المازوت هذا لابوليسيون هذه البوليسيون ما كانش والمرسى كانت ما عندها حتى حدود يعني بنادم يدخل الحاج راح نوريك واحد التصويرة حكيم المخرج نتاعنا هذا اللي على اليمين اللي راه شد على اليسار على يمين الشاشه اللي راه شد الت دربوكا شكون هو ما تشفاش عليه شكون انا نشفى عليه شكون هو هذا يا هذاك وليدي هذاك حكيم اللي راه يغني بدا بدربوكا ايه بدا ساعه ساعه شد معايا دربوكا كان كما وليد الحاج محمد العنقا وليد سيدالي اللي راه مدير تصوير ولا اسيستون ريزاتور مخرج مساعد مخرج نعم كاين كذلك حتى العنقا بدا بالدف ايه بالدف ايه والدربوكا ماشي تاع في الحقيقه الدربوكا باش دخلت الدربوكا في الشعبي نعم عطاوها النساء هما اللي كانوا بالدربوك على بالكم هذيك أيوة بعد خديناها احنا ياخدها ما فهمتش واحد الآلة غريبة دخل جاتنا من عشرات الآلاف الكيلومترات ودخلت للشعبي البونجو أمريكاني واش جابوا للشعبي هذه مش عارف على بالك خاوتنا نعم كانوا يسافروا من زمان يعني وهذا الفن هذا يعني بنادم مولاه ساعات تحكم له على الغربة فهمت ما يكونوا راحوا على كل حال جاب فرنسا على كل حال جابهم فرنسا ولكن هو الأصل ديالو أمريكاني بونجور الأصل ديالو أمريكاني الواحد كل من البلد اللي راح يزورها ويشوف أن بلوس حاجة زيادة ومليحة ما تأثرش لما الحاج بوجمع العنقيس القعدة معك مليحة وبنينة بارك الله فيك كان نشكرك على التلبية تاعك تاع الدعوة تاعنا بارك الله فيك أنت شمعة من شموع التلفزيون والثقافة الجزائرية نزيد نطالبه ونقول لك ما تاخذش لا روتريت بارك الله فيك على حضورك تحياتي الخالصة لك ولوليداتك عمي زهير عبد اللطيف شكرا على حضورك الله يبارك فيك على كل حال اليوم قضينا مع الحاج الفنان اللي نتمنى له يعني طوال العمر إن شاء الله وكذلك يعني يبقى دائما في الميدان يبقى شمعة من شموع التلفزيون أنتم سيداتي أوانسي سادتي أشكركم على حسن إصغائكم وتتبعكم لنا لا شك أنني حيرت شوية الجمرة نتاع اللي كبار نتاجي واللي أكبر مني لكن مليحة نقول لكم شكرا لحسن انتباهكم لنا ونشكركم ذلك على الاهتمام المتزايد لنا هذا فريق شموع تلفزيون يحييكم في أمان الله